زيارة ميدانية ديال الحكومة، واحد العدد الوزراء اللي حاضرين، وشفنا مشاريع اللي هي قوية بالنسبة لهذا الإقليم اللي هو إقليم جد مهم، إقليم تيزنيت اللي كنعرفوا الإمكانيات ديالو اللي هي قليلة، ولكن الحكومة قايمة بواحد بتعليمات من صاحب الجلالة الله ينصره واحد العدد ديال البرامج اللي هي جد مهمة. شفنا البرنامج ديال إعادة الهيكلة ديال يعني الوزيس ديال ايت منصور، شفنا واحد برامج ديال اطلاق ديال الطرق ديال المسالك القروية، كذلك مشاريع اللي هي كتصب في كل شيء، في كل ما هو سوسيال، واللي يعني الدولة الاجتماعية كيبغاها سيدنا الله ينصره الله يحفظه، اللي كنزلوها في الميدان. وشفتوا اليوم كانوا واحد جوج ديال المحطات اللي هما دو ديسبونسير كبار، واحد في تفرا وواحد في الجان، اللي غادي يعطيو امكانيات للمواطنين باش تكون الصحه تقرب للمواطنين. وكذلك شفنا واحد يعني بالنسبه لي زونديكابي باش يكون عندهم واحد المركز ديال الترويض يعني في تقنيات عاليه. كل هذه برامج اللي هي الحمد لله جد ايجابيه، اللي كتبين بان الحكومه في قرب يعني في الميدان وكتشتغل مع المواطنين على حسب الاولويات ديالهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.